وقفة احتجاجية لضحايا الألغام والمتفجرات ومنظمات المجتمع المدني بتعز على خلفية تقرير الموت الذي أصدرتها عدد من منظمات حقوقية. تفاصيل التقرير الذي أعدته الزميلة نعيم خالد. نظم ضحايا الألغام والتفجيرات ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية على خلفية تقرير دعم الموت شراكة في الجريمة الذي أصدر ورصد فيه تورط هيئات ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع جماعة الحوثي الإرهابية في قتل وإصابة الآلاف من اليمنيين. وقد أصدر بيان يشير إلى الاستغراب المدان لما كشف من تحقيقات متوالية في ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإنقلاب الإرهابية. اليوم احنا بالوقفة هذه الاحتجاجية نوجه رسائل أولا للأمم المتحدة نفسها إنه نري أول شيء الدعم، توقيف الدعم الفوري عن جماعة الحوثي من خلال المؤسسات والمراكز التي تسيطر عليها، أيضا التحقيق الجاد والفوري وبشكل شفاف فيما ورد في ضمن تقرير دعم الموت، لأنه نعرف الكل من يطالع التقرير في العدد وكمية الدعم لجماعة الحوثي بشكل مهيل جدا، وإحنا نعرف أن جماعة الحوثي هي جماعة إرهابية لا تعرف السلام، مشروعها الموت فقط، هي كل يوم تزرع الألغام في الوديان والطرقات والسهول والوديان. أعداد الضحايا كل يوم في تزايد في جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في مدينة تعز. لماذا لم يكن الدعم هذا الذي يقدم لجماعة الحوثي، لماذا لم يقدم في المناطق المحررة التي تحت إطار الشرعية؟ نحن الآن لدينا في مدينة تعز العديد من القرى محررة، لكن ما فيش الإمكانيات والآليات التي تعمل على اجتياح أو نزع الألغام. أيضا رسالة للحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، نريد منهم التعامل الجاد والفوري والحقيقي مع كل هذه المؤسسات والجهات والداعمة لجماعة الحوثي. لابد أن يطالبوا أيضا بتحقيق فوري لما تم أو ما ورد ذكره في التقرير. خرجنا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية لنقول للأمم المتحدة أوقفوا دعم ميليشيات الحوثي التي تقتل اليمنيين تحت مسمى نزع الألغام، وهي من تقوم بزراعة هذه الألغام. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بوقف دعم هذه الميليشيات، سواء كان هذا الدعم لوجستي أو مادي. صوت واحد يصدره ضحايا الألغام والمتفجرات بأن الظلم على أبناء اليمن وتعز وجعلهم مبتوري الأطراف ويعانون مرارة الألم والحرب الطويلة بأيدي من كان يظن أنهم المنقذين لليمن ومساندي بسطاء اليمن من ويلات الحرب، إنما يكتشفون بأن قاتلهم منقذهم. طبق قذيفة حوثية بتاريخ 2/6/2017 بحي المحافظة، أدت إلى بتر الأطراف السفلية واليد اليسار وتضرر العين اليسار بشكل كامل. طبعا حياتي بدأ بشكل ابتدائي، كنت يعني حالة يأس قليل، لغر الحمد لله بدعم من أهلي وأصدقائي تخطت هذه المرحلة. ضحايا الألغام في محافظة تعز يطالبون الأمم المتحدة توضيح التقرير. نعيم خالد، قناة عالم فضائية، تعز.